كرة طولية للمنطقة الأمامية. يقرر لعب كرة نحو خط الوسط. الكرة للأمام. لا سلام ولا كلام يا عبد السلام. هذه كرة لا تصل إلى الأمام. لابد من خلق حلول كروية مثالية وخلق الفعالية. ويرسلها إلى المنطقة. لعبة رائعة. جول. شاهدنا لحظات عبقرية من كرة القدم ومن لاعبين عباقرة. تدربوا كثيرا وزادت قوتهم في التدريبات. ومن الجميل مشاهدة نتيجة التدريبات على أرض الواقع في المباراة. تكسرت الجرة. الآن النتيجة هدف لصفر. يحاول أن يلعبها بينية. عمل رائع على الجهة اليمنى في انتظار الكرة العرضية. يحاول فك دفاعات المنافس. هل سيمر إلى الداخل؟ يحاول أن يلعبها بينية. يصمد الدفاع بكل إقناع. كرة طولية إلى الجناح. عنده مساحة خالية على الطرف. وتخرج الكرة إلى رمي التماس. يلعب تمريرة مرفوعة. تصدي ممتاز للكرة. لم يكن هذا تصدي عادي. قام بعمل رائع لحماية مرماه. رائع. جيد اجمالا. والعودة الى غرف الملابس متأخرين في النتيجة تعتبر من باب سوء الحظ ليس اكثر. وامكانية العودة في المباراة ممكنة. وستبدأ الان احداث الشوط الثاني من المباراة. بعد الهزيمة في شوط اللاعبين هل سيقدر الفريق العودة في شوط المدربين؟ لا يمكن الافاده في هذه الاجابه الا مع نهايه الشوط الثاني. لعبه جميله الى المنطقه. Yeah.
أصبح الفارق الآن هدفين. رأسية جميلة ملعوبة بخبرة. سيتم التبديل في الحال. النتيجة الثانية لصفر الآن. فاتت ومرت ووصلت إليه. تحرك بتوقيت مثالي لضرب الفشل. الجمهور يرغب من الفريق ان يسجل ولو هدف واحد ليحفز مع الوجه. يلعب كرة الى اليسار. تسلل لفارق بسيط. كرة طولية من الحارس. يطلق الحكم صفيرته معلنا نهاية اللقاء. انتهت المباراة بخسارتهم. حاربوا بقوة حتى النهاية. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share videonya. Terima kasih banyak ya.